كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ أنا بقول تنيقتي وأقول لي نعم محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رب فو. محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون محبة لسنة عليه الصلاة والسلام. قكون نعم محمد صلى الله عليه وسلم نسنة نعم مجزي نعم محمد صلى الله عليه وسلم. تحب السنة. نقول السنة. تتعلم السنة. نقيق السنة. تعمل بالسنة. نقشرم يقرب السنة. لابد يظهر عليك أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الجلالة بيقوم قطبا وقرر قهونك وكرتش لنوع محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوم كرجوانا كل سنة زينوع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقتل الناس أو نصنع مظاهرات. أتنا أبو كرقوانا كونو بزنو ما إسرائيل زنو ما محمد صلى الله عليه وسلم عليهرو أروح بجنا كوي تواهنو كوجيرانا نبي نتسلو كوكرني كرعام يوم ورابو قسم. الدفاع عن السنة تكون بالسنة بالحكمة. أتي كرقوانا كل السنة نكركر السنة زنو ما محمد نوغشرا السنة ميكون. اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرجينا محمد صلى الله عليه وسلم. يسمى بمحمد. يتوقع محمد. واسمه أحمد. يتوقع أحمد. يعني يحمد أهل السماوات وأهل الأرض. كما أبا بسماء نعمه أبا نو كويس وسمر مشين من السنة ونابو ميزو. يمدح على كل أفعاله. أبا نو سمر مبارا مستيج زهيد جنوي. مدح الله سبحانه وتعالى. إيمان يا رب مستيج جناي. ذكره الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أبا مو منوم زيمان ما مارا موفز مارا مهانو. ما من نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بشر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. لا نوم يا ما يوم منوم زيمان يا تبي إتعرف زي قازازا ويتقى محمد صلى الله عليه وسلم حرمنا عيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام أمر أتباعه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث لابد أن يتبعوه. يسوع تجتئ أو يوم جاتي نهار مكاجة إنما يدك محمد مزامكولي. كل مؤمن يعتقد يؤمن أن عيسى لم يصلب لم يقتل بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. بريمو إسلام وبريمو مراويس يميركو إنما إيمان يسوع أتابع أمجد أتيشكو أو الله سبحانه وتعالى مزامكولي. وسينزل في آخر الزمن. أزاغروكا مجهشاني مم مجهشي ميروك. ويكسر الصليب. أفرا غوري مسرا. ويقتل الخنزير. يتشين غورو. ولا يقبل إلا الإسلام. أشين نادي الدين زي ميرا أرتو إسلام. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إخوة. إنما زوس زيما نمارا وفانيم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إنما محمد يدو تجتئ. كون فيرانكو نكو نكو يمر إنهم أزواجكم لا نذكرهم إلا بالخير. تقوم كون فجاهو إبتري جيز مصائب وابتلاءات مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قد لا تمر بإنسان. إبي جنازة إنما محمد يهوي نبجو هريجنا أولي منوي جزهورا نبج. لماذا؟ كويرج. حتى نتعلم نعرف أننا في دنيا لسنا في جنة. كجلا بتبني قارو كريسي. ترمو بجنازة تري كويس ترمو يجوا. بعض الناس يريد هذه الدنيا جنة. أماني ما نوازكوا إيسي أريه أريد يجوا. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. إنما محمد يفو ترين فوق. مات أبوه قبل أن يولد. يا إيسي يفو يترافوق. ثم ماتت الأم بعد الولادة. يوما ما زكوفو كجنا نواه تف. نعم. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام مات أبوه قبل أن يولد. إنما محمد يفو ترين فوق. إيسي يفو يترافوق. ثم بعد الولادة ماتت الأم. ماذا كفوه كان من نواهي تب؟ كان في كفالة جدي عبد المطلب. يا يدي كل البرسة واهو عبد المطلب. ثم مات الجد. سيكون رفوت عبد المطلب. كان في كفالة عمي أبو طالب ثم مات العم. يمشي كل البرسة واهو عبد أبو طالب نوازه كفوه. تزوج بخديجة رضي الله عنها ثم ماتت خديجة رضي الله عنها. يا رب خديجة لو خديجة زقوف. مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو سوار أبفوي أبفتشري. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة ستة أشهر. وسيب فاطمة إمام ماما روم يشري وأبفوي يبين محمد هذه زتانا. ترك الدعوة إلى الله. يجي زرك فقابتم الله. قال لماذا تأتيني أنا المصائب وأنا رسول الله؟ يقول يا إيجي زفقة بيجي نوما قبجي بكويري تشي مفتي بيجي رجل بيجي كاري لنوما إيمان لا هاقو يا بيبوس
كان منشرح الصدر عليه الصلاة والسلام. يرى 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 بيزا مكيانا. لم يتطير لم يتشائم. نا قوي جزاء جبره ما بيجا من الجماعة كمجاية تبقى في تمنا كجانا نا قبير بيجا بيجينا. كان متفائلا عليه الصلاة والسلام. يا جايير يجري الله سبحانه. تصيبه المصائب لكن لا تضره لا تؤثر فيه. يبي بس جوز الجامع جرجال من هاشم جامع كرة. قوة الإيمان. يا في تكوي بربكم بيجا. قال عليه الصلاة والسلام. إنما محمد يا رب ذاتي أنه لا يترك هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قد شمر كريكا إبجي ما نموت جزء بكر. أعطوه الأموال. بام هاي مطون واجي. قالوا نزوجك أفضل النساء. برا ممكن أبى نيوا كجلا غريتشي بيلون مكوف غريكا تكوشين جرو مكوف غريزو. نعطيك ملك. تقول أما فرا. نعطيك الذي تريد. إبجي شاكب جزء ترى بيقول. أترك الدعوة. هرب غريكا دعوة. لم يتركها عليه الصلاة والسلام. هرب هي جزء ذلك يفوقه. إذن لابد أن الأمة تقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. نقول لكم وبالإسلام هو يسي كلش لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام له من العمر 63 سنة. نبي محمد وروي أمة يفو يفت بياك من عمر 40 قبل النبوة. إمياك من أمينه يا إما زين بريوك من أمينه 23 نبيا رسولا إمياك بكم يا بني نتة يا إما زين علي من أمينه قبل البعثة بعد البعثة لم يسجد لصنم عليه الصلاة والسلام بريوك من أمينه نجمويك من أمينه بيجي زين يوم بيرا يشجير قام لتشجير لم يشارك الكفار في مجالس له في الغنى في الفواحش نابيجي زين يفتجنا نما هكاني حفظه الله سبحانه وتعالى كفار مكة شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أباها كجماعة مكة باها ميجي إنما محمد صلى الله عليه وسلم يريد كان يسمى الصادق باميتك الصادق من يكري الأمين ومميزير أموال الكفار كانت تحفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداؤه. إمتون ويا وايز رجفي بتصير نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاني أرابانزي. عندما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة كانت أموال الكفار بيده عليه الصلاة والسلام. إلهم محمد وياش رجفي بتصير المدينة إمتون ويا سيما يما ربما كماري بتشزيري بتصير إلهم محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمع كفار مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. بارتير جب أباه كني ما ماك بجرب ميت. لكن لم يخافوا من ضياع أموالهم لأنهم يعرفوا أنه هو الأمين عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أموال الكفار. نعم قبي جزمتي جاكو إنما محمد صلى الله عليه وسلم بيتون قوي بالزاورة كونكم ماري بذكر ميزير بيتون قوي بتشابه. عندما أراد الهجرة وكل علي رضي الله عنه أن يرد الأموال لأصحابها التي كانت أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أجيكوا يمشي المدينة يا ما جالي بنا بيتواربي أبوها إمتونغو يا أبوانو سكويا كواياتي يوزاي شيتي لزواجي لا يجيوني. شبهات ترد من بعض الأعداء ضد النبي صلى الله عليه وسلم. تياري ابن بيمغ نبي مغ أما جنب مغ نام تري ميزا أجر تروك كوبانو وانغا إنهم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال الكفار. هابو إنما محمد يجزي أبا أتاجر إن أتاجز نامر كجيتي لم يكن غرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة من المرات هو قتل الكفار أبدا. هابو إنما محمد صلى الله عليه وسلم يجزي تأم نور وويس لأن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين كبيركو إيمان يا موهر الجكودين قبو أمجيش كوانو أراد بالكفار الخير يا شاكا كو أبان وترى وإسلام بجري خير.